ان الاكس هي اللي هتحدد الاي اكس، كل واحده كل حيطه الاكس بتاعتها على مجموع الحيطان او مجموع اي الحيطان كلها جبت منها الاكس سي ار. طيب الفرق ما بين الاكس سي ار والاكس سي ام هتديني اي اكس. الكود بيقول لي من باب الاحتياطي خد لي 5% من البعد اللي انت بتدرسه فاكتور 50 زياده عشان تديني يتولد لي مومنت. فاكرين لما كنا بنقول لو سي ار وسي ام متفقين على بعض يبقى ما فيش حاجه هتجي لي من قيمه المومنت، ان ما فيش مومنت هيتكون. ده من الاحتياطي خلي لي في 5% في البعد اللي انت بتدرسه يتولد، بحيث ان لو اي دي بصفر يبقى الاي اكس ستار برضه موجود. فايه ففي حاجات موجوده في الليكتشر بس هي يعني في وسط الكلام كنسليتها. فاحنا مبدئيا عرفنا خلاص ان الاكس الاكس سي ام والاكس سي ار ايكوال بعض ولا مش ايكوال بعض. جبنا الاي خدت الاي دي ضربتها في الفورس جبت المومنت. المومنت ده هحسبه ازاي كمان شويه. نفس الكلام الواي كل حيطه ليها اي واي تكتب الواي بتاعها على سمشن الاي واي بتاع كل الحيطان جبت من هنا الاكس سي جبت من هنا ايه الواي سي ار اطرحها من الواي سي ام جبت الاي واي اقربها في الفورس اللي هي هي نفسها الفورس دي جبت الام ايه التورشن حوالين محور اكس. هدخل اعوض المعادلات دي، المعادلات دي ثابته يعني دي ثابته كل اللي بيتغير فيها الاشارات مين ياخد موجب ومين ياخد ناقص حسب ما شرحنا مع بعضينا. تمام بس المعادله دي هي فكرتها ايه؟ بتقول لك ان احنا اتفقنا ان البشير هيتوسع بنسبه كل واحده قوتها قد ايه من التوتال. يبقى هي الاي بتاعت الحيطه على مجموعهم في الاف بي اف الاف البشير لا يجتمع لا يطرح من نسبه من الام توشن. طب الام توشن ده متولد من مجموعهم كلهم مش وجود السي ار جاي بسبب الحاجات اللي جايه من الاكس ومن الواي. يعني اكس لو الموضوع سندريسي في اتجاه اكس بس كنا هنلاقي السي ار موجود على الخط بتاع سي ام. بس هي مشيت اكس ومشيت واي صح؟ لو ما فيش اثنين وثلاثه هيبقى في الاكس بس. اه طيب بسبب الشكل اللي احنا شايفينه اصبح بقى في اكس وفي واي. خلاص انت بتدرس ايه يا عم؟ انا بدرس دلوقتي اللي الاف واي. الاف واي دي يهمك الحيطان اللي ليها نشأة في اتجاه مين؟ في اتجاه اكس. يبقى خلاص ادرس الحيطه اللي انت بتدرسها. يعني مثلا انا بدرس الحيطه الاولى يبقى الاي اكس بتاع الاولى في الاكس بتاعت الاولى، الاكس بتاع الاولى دي اللي هي من السنتر لاين الحيطه لحد السي ار. طيب طبعا. انا كده جبت دي على مجموع كل الانشاءات في المسافه بتاعتها تربيع. يعني الحيطه دي بتبعد عن المسافه دي اكس واحد يبقى الاي اكس بتاعتها في الاكس واحد تربيع. طب الحيطه دي ملهاش اي اكس ليها اي واي يبقى الاي واي بتاعتها في مسافه الواي تربيع اللي هو من هنا لحد هنا. طب ديت ليها اي واي يبقى اي واي في الواي 3 تربيع. طب ودي ليها اي اكس يبقى اي اكس في المسافه دي اللي هو الاكس ايه؟ تربيع. مظبوط. يبقى انا واي هاخد فيها الاكس على الاثنين. طب والاكس هاخد اللي ليها اي واي برضه على الاثنين. هتلاقي هنا خطوات الموديل بتاع الكتاب التفصيل المميز. هنا النقطه بتاعت انا مصور لك الحته اللي في الكود اللي بتقول لك الاي اللي هتشتغل بيها هي عباره عن نسبه من الاي كوف او يعني الاي بتضعف يعني هي البوينت 7 والربع والنص كنا اتكلمنا ايه فيها. بعد كده في الاخر خالص هتلاقيني بقول لك ايه ان الكود بيقول لك لازم يبقى مجموع الكتل سواء في الاكس او في الواي لازم تكون اسيت من 90% اللي احنا كان بصينا عليها في سمشن اكس وسمشن واي ودي الطريقه اقوى من 90 يعني ودي ايه على اليمين دي الطريقه اللي انت ايه تجيبها بيها. بعد كده هتلاقيني مصور لك الحته في الكود اللي بتقول لك شيك بان القوه القص الافقيه اللي جايه من الحمل الاستاتيكي والحمل التف التجاوب، التف التجاوب ده اللي هو مين؟ اللي هي الريسبونس. الطريقتين ما يفرقوش عن بعض في 85%. طب يا عم فرقوا ايه اللي يحصل؟ يقول لك في حاله عدم التحقق ثبت الريسبونس لحد ما يوصل للاستاتيكي. يبقى دي ايه؟ الف وادي ب. يبقى دي